نحب عايد مشاهدينا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والصحة. أول شيء بدنا نبلش موضوعنا عن الصداع والصيام. غالبية الناس خلال شهر رمضان المبارك بيعانوا من الصداع خاصة خلال أول يومين أو ثلاثة أيام. طبعاً ريثما يعتاد الجسم على التغيير الحاصل من النظام الغذائي نظام النوم، وغالباً بيحسنوا يكملوا الصيام بشكل اعتيادي. أكثر سبب بيخلي إنه الصداع يكون حاصل هو تغير العادات. بشكل عام يعني الصداع خفيف فينا نقبله، بس بالحالات الشديدة اللي مثل ما حكينا ممكن الواحد ياخد بنادول أو مسكن هو معتاد عليه من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بعد السحور أو حتى بعد الإفطار لا يتجاوز الصداع الحاصل. بعض الناس كمان الحالات الأشد في ياخد المريض الإبر العضلية، لأنه الإبر العضلية غير مفترة وما في مشكلة من إعطاءها، وأيضا المريض بيتابع صيامه. نأكد على أهمية شرب السوائل وخاصة بعد الإفطار بالفترة اللي بين الإفطار إلى السحور، شرب السوائل الكافية، وأيضا تجنب الشمس والحرارة والإجهاد، بالإضافة إنه الواحد يخفف الستريس والتوتر. النوم لساعات كافية 7 ساعات على الأقل يوميا يوزعون ما في مشكلة، والأكل إذا كان يحتوي على النشويات عند السحور بيكون كتير مفيد، خاصة إنه النشويات ممكن تمد الجسم بسكر تفرز السكر على المدى الطويل، وهذا اللي بيعطي الغذاء للدماغ وبيخفف من تكرار الصداع. كمان بدي أذكر بالنسبة للأشخاص اللي بيتناولوا الكافيين كقهوة أو شاي أو شاي كرك خاصة، وحتى إنه مشروبات الغازية متعودين 4-5 أو أكثر، ضرورة التخفيف أو الاعتدال بهذا الشيء. ممكن نتناول فنجان أو كوب عند السحور وكوب عند الإفطار، وبيكون يعني نوعا ما خففوا التوتر الموجود وقللوا من نسبة الكافيين وحسنوا يكملوا صيام يومهم وهن ما كتير مزعوجين من هذا الموضوع. ونتمنى الصحة لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير.